لكن الحمد لله يعني يدخلون الإخوان الأمور هادئة. هو رأينا رجال الأمن عندكم حقيقة يعني طبعا في مراكز في الطريق تفتيش وكذا يقدرون طالب العلم ويحترمونه، وبعضهم يعني بالكثير منهم يقول تدعينا يا شيخ، ما يعرف أصلا من، مجرد ما يعني يبرز له القائد السيارة من هوية يقابل بالتقدير والاحترام، واللباس هذا الأبيض اللي أنت تلبسه المشهور هناك ومحترم أيضا صاحبه معروف يعني بهدوءه وأدبه. مرينا في الطريق إلى أن وصلنا إلى، طبعا مرينا في ولايات، نحن في الطريق مررنا في ولاية بعريريج وبعدها قبلها البويرة وبعد البويرة بعريريج وبعدها أيضا سطيف وبعدها ميلة وبعدين دخلنا قسطنطينة. هذا كله في النهار، مشينا الصباح الباكر ووصلنا قسطنطينة في الظهر.